بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. خليفة صحراوي مدير متوسطة غوتي مكي، المحتضنة لهذه التظاهرة الترويجية للشان المدرسي في طبعته الأولى. كما تقدم بالشكر الخالص إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وخاصة السيد مدير التربية الذي ساهم بوجوده هنا وأعطاها ترويجا أكثر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواجد اليوم في متوسطة غوتي مكي الأستاذ عنتر زكريا عبد القادر، الأستاذ التربية البدنية والرياضية، ممثل عن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية هنا في وهران. نحضر اليوم إلى هذا الاحتفال الولائي المروج للشان الإفريقي الموازي للشان الإفريقي، وهو سميناه الشان المدرسي لوكاف سكولر، وعبارة عن مشروع ترويجي انطلق من مؤسسة غوتي مكي، ضم جميع متوسطات الولاية لوهران، وحيث شارك في هذا الحدث 80 تلميذ يمثلون 6500 متدرس تحت تأطير السيد مدير التربية لولاية وهران المشكور على المجهودات، وكذلك بتغطية إشهارية من مؤسسة غازون بلو التي نشكرها على دعمها للرياضة المدرسية. كذلك هي تندمج ضمن الاحتفالات الوطنية والاحتفالات للمؤسسات التربوية. ضف إلى ذلك عدنا مشاريع، عدنا يوجد معنا لاعبين دوليين أمثال عبد الحفيظ صفاوت، أمثال لاعبين حاليين مراد نعياد، بطل الجيدو في بطل الجزائر في الجيدو الوزن الثقيل حاشد هشام، متواجد أيضا معنا عبر الساتي السيد الحكم الدولي مصطفى غربال. إذا كل هذه الرياضيين النخبة الذين هم باللغة نقولوا هم الأكرام تاع الرياضة هنا في الوطن، قربناهم من تلميذ وقربناهم من المدرسة الوطنية لتذكير الوطن أن المدرسة الوطنية هي دائما الخزان، ذلك الخزان الذي ينتج الأبطال، ينتج الدكتور، ينتج اللاعب، ينتج الرياضي، ينتج الحكم إلى غير ذلك. نشكر جميع من حضر معنا اليوم في هذا المحفل الولائي، نشكر جميع السلطات المحلية على رأسهم رئيس الدائرة ورئيس البلدية، كذلك نشكر جميع من ساهم معي في إنجاح هذا العرس، العرس المدرسي الذي اسمه عرس المدرسي، باسمي وباسم جميع أساتذة التربية البدنية والرياضة. شكرا جميلا، شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا عرسنا المدرسي في إطار دعم وزارة التربية ومديرية التربية إلى كل ما ينظمه الجزائر، وأيضا إضافة إلى ملف الجزائر في احتضان كأس أمم إفريقيا 2025. شكرا أيضا لرجال الصحافة الذين حضروا معنا اليوم بقوة في هذا الحدث، شكرا جزيلا وأحييكم والسلام عليكم. حاجة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. شرف كبير لنا اليوم نكونوا متواجدين اليوم باش ندعموا الرياضة المدرسية. نشكروا مدير التربية، نشكروا الناس مسؤولين على هذه المبادرة، هذه مبادرة تشرفنا وتزيد تعطي قوة للأطفال باش يزيدوا كما يقول لك يشوفوا وين كانوا هنايا، كانوا سواء لاعبين سواء في الرياضة الجيدو ولا كرة القدم ولا رياضات أخرى، سواء تاني كاين ناس صحفيين معروفين على المستوى الوطني. شرف كبير لنا اليوم كنا متواجدين في هذه المبادرة، وإن شاء الله بربي إن شاء الله ندعموا الرياضة المدرسية إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأطفال تاعنا إن شاء الله. قد يكون منها نقدر نشوفوا لاعبين بيان سور، وين ما يخفالكش وين تجي تشوف كاين دي زونسيان جوار سواء في الفوت ولا رياضات اخرى، تخرجوا من اللاعبين رياضيين، تخرجوا من الرياضه المدرسيه ان شاء الله بربي. اللي درنا دنيا زاني كانت شويه راكدة الامور، وين جاء رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وين عاود تكلم على هذه النقطه هذه، ورانا نشوفوا بلي عاود استرجعوا المكانه تاع الرياضه المدرسيه ان شاء الله بربي. ان شاء الله حنا نكونوا ندعموا هذه النقطه هذه، وان شاء الله تعاود تولي الرياضه المدرسيه الواجهه ان شاء الله.